يعني موجود في الاحتفال، يبقى اكيد شاركت في بطوله مهمه للنادي الاهلي. اول فرحه ليك، والجمهور مستني منك الكتير يا يوسف في الفتره اللي جايه. ان شاء الله اللي جاي كله كبير للاهلي، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله. وجودك في الاهلي بقى يعني احكي لنا احساسك، وانت كنت ناشئ وعودتك للنادي الاهلي وانت نجم تالقت في الدوري القطري، واكيد عودتك للاهلي هتضيف ليك الكتير الفتره الجايه. اكيد انا كنت واحد منهم وافضل واحد منهم دلوقتي انا في الملعب، وان شاء الله ان تكون الفتره الجايه بدايه خير ان شاء الله، واقدر اثبت الجمهور مستني مني ان شاء الله. جمهور الاهلي بيمثل لك ايه؟ والهتاف السوبر اكيد بطوله مهمه تتمنى ان انت تشارك فيها. الجمهور هو الحافز الاول لاي لاعب. جمهور الاهلي ما حدش محتاج يتكلم عليه، هم الدعم الاول لينا، هم اللي بين كل ماتش بنيجي عشان نفرحهم. ان شاء الله مره ثانيه نكون عند حسن ظنهم. افتقدت محمد منعم؟ اكيد صديق الطفوله. صديق الطفوله اكيد. قول له ايه بعد انطلاقه للدوري الفرنسي؟ ان احنا برضه معاك وراك ودايما بنتابعك، ونتمنى لك طبعا من نجاح لنجاح يا رب. بالتوفيق يا يوسف، منتظرين منك الكتير، والجمهور الاهلي ده منتظر منك الكتير ان شاء الله. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم.